السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كديرين؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة ان شاء الله. مرحبا بكم في قناة محمود رقية. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم غديوة ديالي، غديوة ديالي اللي كتجي ساهلة وبسيطة وكتجي لذيذة. هنا غادي نشارك معكم واحد هذا السردين البنات، غنشارك معكم السردين ديالي، جبته غنديرو بالغدا وقلت نشاركو معكم. هنا كنقيه، نحيدو ليه الراس ونحيدو ليه السلسول، نحيدو ليه داك الشوك اللي كيكون في الجناب ديالو. المهم البنات راه كل شيء تبارك الله كيعرف ينقي السردين. تبارك الله راه كل شيء كيعرف. غير كنبغي نشاركو معكم داك الشيء اللي كندير واللي كنوجدوه، نشارك معكم. صافي، غادي نقي السرديل ديالي. كنقشر هو الاولى البنات من الفوق، من هذاك القشيره اللي كيكون في داك القشره اللي كتكون فيه الفوق، وعاد كنحيدو ليه الراس ونحيدو ليه السنسول ديالو ونقيوه من الجناب ديالو، من داك الشوك اللي كيكون في داك العظيمه الصغيورين اللي كيكونوا فيه في الجناب. وصافي تنقاو على هذه الطريقه، تنقيه كامل ونغسلوه مزيان. صافي ونحطوه في هاد الشبكيه تسقطر. هنا البنات انا ما غاديش نقلي هاد السردين، غندير معكم واحد الطريقه زوينه الصراحه، كيجي بحال المقلي وكيجي لذيذ وزوين وكيجي مقرمش في نفس الوقت، بحال كما قلت لكم بحال المقلي في الزيت البنات. صافي، هنا بعد ما كملتو كامل بالتنقيه كنعاود نشلو في الماء نقي. وصافي غادي نحطو في هاد الشبكيه تسقطر، وغادي ندوزو نوجدو ليه الشرموله ديالو. هنا حطيتو فهاد الشبيكه كيما شتو، سرحتو فيها باش يتسقطر ليا من الماء. وهنايا غادي نوجد شرموله. هنا درت واحد ربعة الفصوص حتى لخمسة فصوص ديال الثوم محكوكه في الحكاكه الرقيقه، والقزبر ومعدنوس مقردين رقاقه البنات. صافي، وغادي نزيدو عليهم العطريه. غادي نزيد عليهم هاد العطريه اللي كتشوفو معايا في الصوره. هنا شي واحد المعلقه كبيره ديال الخرقوم، واحد المعلقه صغيره ديال التحميره او فلفله حمراء، وشويه المعلقه ديال الكمون، ومعلقه صغيره ديال الابزار، وشويه الملحه. وهنا البنات اللي كيبغي الحار يضيف الهريسه، ولا المهم اللي بغي كيبغي الحار ويضيف الحار. هنا واحد الحامضه هكايا معصره، عصير ديال الحامضه البنات، انا جبته من الفريغو، عندي فريغو باقي ما طلقش مزيان. صافي كنزيدو عليه، وكنزيد واحد ربع كاس ديال الزيت، واحد ربع كاس ديال الزيت، الزيت الروميه. وغنخلطو الشرموله ديالنا مزيان، وغنشرملو السردين ديالنا، نشرملوه مزيان ونخليوه واحد ساعه ولا المهم نحاولو نشرملوه هكا قبل هذا، ونحطوه شويه نخليوه يشرب داك العطريه كيجي زوين. هنا كنشرملو بهذه الطريقه هذه، كندير له العطريه مزيان من الوسط. المهم كما كتعرفوا البنات راه تبارك الله كل شيء كيعرف، كما قلت لكم غير كنبغي نشارك معكم. واللي اللي عجب اللي عجبوا الفيديو ديالي حاولوا بارطاجيه ليا مع الاصدقاء والاحباب، وشجعونا باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم، وما تنسونيش من اللايك البنات. اللي عجبكم الفيديو بطبيعه الحال وتشجعونا بالتعاليق ديالكم الزوينه اللي كتحفزني وكتخليني نزيد القدام. وكنقول لكم شكرا لكم بزاف، الناس اللي دخلوا عندي جداد والقدام، وكنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف، والله يجازيكم بخير. صافي غنبقى على هاد الطريقه، تنكمل السرديل ديالي كامل بالشرموله ديالو، وكنخليه شويه كما قلت لكم. انا هنا البنات شرملته شويه بكري وخليته واحد ساعه ونص بحال هكا، حتى ساليت الشغالات ديالي وداك عاد رجعت لي. صافي، وغادي نوجدوا الطاوه كما قلت لكم البنات. انا ما غاديش نقليه في الزيت، ولكن راه كيجي بحال لا مقلي في الزيت البنات. الطريقه هنا انا فرشت هذا الورق ديال الزبده، وهنا حتى جيت لا شابرور ودرت ولا الخبز محمر، المهم محمص ومطحون. كندهن هذا الورق ديال الزبده بشويه الزيت او لا الطاوه. المهم سمحوا لي البنات الا ما
الا ما كتبانش الصوره مزيان. المهم هنا كوزينه عندي شويه، الكاميرا عندي شويه مظلمه، المهم التصوير عندي شويه مظلم. صافي كنحتاجو كما قلت لكم هاد الخبز محمر، حمرته هنا الخبز البنات غير ديال الدار، وقطعته هكا رقيق ودرته في الفران تاع كرم شابلور كما كيقولوا ليه، ولا الخبز محمص ومطحون هو هذا. درت فيه هاد اولا كديرو غير السميده البنات، غير السميده رقيقه كتفندو فيه السردين بحال هكايا وديرو في الطاوه، كيجي البنات زوين زوين بزاف، وكيجي السردين مقرمش وكيجي زوين بحال مقلي. راه كيما شفتو راه ما درتش فيه بزاف الزيت، درت 4 كاس في الشرموله فقط ودهنت الطاوه بالزيت صافي. وغادي نستمر عليها الطريقه هذه، تنكمل السردين ديالي كامل وغادي نديرو في الفران. وطبيعة الحال اللي بغى يقليه راه غيقليه حتى هو، ودير ليه بهذه الطريقه ويقليه في الزيت ماشي مشكل. المهم غير هذه الطريقه هذه كنحاولوا نتجنبوها كل حاجه مقليه، داكشي ديال الزيوت داكشي ما صحيش لينا حنا لا لوليداتنا. صافي هنا غادي نكمل السردين ديالي وغادي نديره في الفران، وغادي ندوز البنات تصاوب معكم واحد الشليضه اللي كتجي حتى هي منعشه وكتجي زوينه. صافي هنا كملت البنات، غادي نديرو في الفران كما قلت لكم، وغادي نرجع معكم نصاوبو الشليضه ديالنا ونصاوبو الفريت. كما كتعرفوا الوليدات كلشي كيبغيو، لا الوليدات الصغار لا الكبار. هنا الفريت قطعتها ودرتها في شويه الماء وشويه الملحه، ودرتها تسلق تتسلقات وصفيتها وخليتها تبردات، وعاد درتها تقلى. صافي هنا بعد ما درت البطاطا ديالي كتقلى، غادي ان شاء الله نكملها وغادي ندوز نصوب معكم الشليضه كما قلت لكم، واحد الشليضه البنات اللي كتجي زوينه ومنعشه. المهم الاطباق ديال الصيف كنبغيو شي حاجه سهله وخفيفه وكتجي في نفس الوقت منعشه هكا نستافدوا منها تجي زوينه. هنا غادي نوجدوا الشلاضه كما قلت لكم، هنايا غادي نحتاج الخس كما شفتوا في الصوره راني غسلته ونشفته، وغنحتاجوا الليشو قطعته رقيق، وخيزو والخيار طون مطيشه شويه ديال التمر شويه ديال التفاح شويه الكيوي قطعته على الطريقه دويورات. المهم شويه اللوزه هكايا محمره في الزيت ولا دهنوه ديرو غير في الفران يتحمر. المهم انا عندي هاد شويه فيت عندي محمر هكايا هو اللي غنستعمل. وعندي هنا مطيشه كما قلت لكم، العطريه عندي الكمون والبزار والملحه ولاموطارد والزيت العود والربيع. الربيع ولاموطارد والزيت العود والكمون وهذا غنصوبوه من لاصوص اللي غادي نديرو به الشلاضه ديالنا. هنا الخص البنات قطعته بحال هكا بهذه الطريقه هذه، قطعته هكا صغير. هنا غادي نصوب لاصوص اللي غادي ندير به الشلاضه ديالي اللي كتجي زوينه البنات. هاد لاصوص صراحه كنتمنى تجربوها كتعجبني انا، هذه هي المفضله عندي. كندير هنا واحد المعلقه ديال لاموطارد وواحد جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، وكنديروا الزيت العود والكمون وشويه البزار والملح بطبيعه الحال، غير هو كيبغي شويه الزيت زايده، وواحد المعلقه ديال العسل البنات نسيتها، واحد المعلقه كبيره ديال الزيت ديال العسل صافي. وهنا كندير قياس ديال الزيت اللي غيقدنا. المهم انا غنزيد شويه، الا ما قدتنيش غادي نعاود نزيد. درت هنا تقريبا هنا واحد جوج معالق كبار اولا ثلاثه ديال الزيت البلديه، ودرت هنا واحد راس معلقه ديال الكمون وشويه الابزار والملحه، وكنديرهم هكا في شي جبيبينه ولا ديروا قريعه هكا صغيره جمعوا فيه وخلطوها مزيان وصافي. وكديروا بها الشلاضه ديالكم كتجي زوينه الصراحه، كتعجبني هذه مع الشلاضه صافي. كنخلطو مزيان
صافي. هنا كيما شفتو في الطبق ديالي، غادي فرشت فيه الخس كيما شفتو، راه قطعتو وفرشتو من ديبان، درتو في هذا الطبق اللي غنقدم فيه الشلاضه ديالي. وهنا خيزو راه حكيتو بالحكاكه الغليظه البنات، خرجتو هكا العويده الطوال. صافي كنفرش الخس وكندير عليه الخيزو. صراحه البنات هاد الشلاضه كتجي منعشه وكتجي زوينه، وغادي نزيد عليه ليشو البنات، ليشو اللي كيجي زوين البنات في الشلاضه. الصراحه كنتمنى تجربوه، راه كيجي زوين بزاف في الشلايض هكايا. ندخلو هكا في الشلايض، يعني ما كيتكش بزاف، كنديروها اغلبيه عفسكسو سكسو. ندخلو هكا في الشلايض ديالنا، كيجي زوين. صافي كندير ليشو هكايا من فوق الخيزو، وغادي نزيد الخيار. هنا البنات راني درت واحد لافوكا قطعتها ودرتها في الثلاجه، قلت نخليها تلا ونسيتها، ما تفكرتها حتى حطيت الشلاضه، عاد تفكرت لافوكا. البنات الحاجه الا ما حطيتهاش قدامك كتنساها. الصراحه انا قطعتها هكا قلت زعما غنديرها ونسيتها، خليتها في الثلاجه، قلت نخليها في الثلاجه شويه هذا، تعرفوا لافوكا دغيا كتدير صافي ونسيتها. صافي درت الخيار، قطعته كيما شفتوا في الطريقه بالطريقه، ومطيشه حتى هي قطعتها هكا كروه صغار حتى هي درتها. يمكن لكم ديروا هكا يا بنات، ديروا حاجه بحاجه وترشوا بهذاك لاصوص ديال الشلاضه. يمكن لكم تخليو ديروا كيما درت انا، درت كل شيء، عاد درت داك لاصوص من الفوق، وكتخليوه كترافقوا به الشلاضه ديالكم. اللي باغي يزيد كيزيدها في الطبيصلات. انا كنقدم الشلاضه ديالي بهذا الطبق هذا، وكنرافقوا بالطبيصلات هكا، كنحط مع الطبيصلات. اللي بغى شي حاجه كياخذها وكيزيد داك لاصوص، كتجي زوينه الصراحه. صافي هنا كندير شويه التفاح هكا اللي قطعته هكا طويل، قطعته رقيق، كنضيفو حتى هو من فوق من هكا في طبق. وغادي نضيف هذاك الكيوي، وغنضيف عاد غنضيف الطون، غادي نضيف الطون عفوا والتمره حتى هو. وكنتمنى البنات يعجبكم الفيديو، يعجبكم هاد الاطباق هذا، المهم اطباق خفاف وخفيف ظريف كما كيقولوا، وشي حاجه سهله دغيا توجد ومنعشه في نفس الوقت لهاد الصه الدابه اللي كاين تبارك الله. صافي كندير هاد الكيوه هكا، المهم كل واحد كيدير بالطريقه اللي بغا. دورته هكا الكيوي، قطعته هكا دويورات صغار، المهم دواور. يمكن لكم البنات ديروا اللي بغيتوا في هاد الشلاضه، يمكن تدخل فيه الخوخ، تدخلوا فيه هاكا التفاح، تدخلوا سميتها مشات ليا لافوكا كما كنت غنديرها انا ونسيتها الصراحه. صافي هنا كندير هاد الطون، هذه البواطه ديال الطون، كنحاول نديرها كلها هكايا من الفوق. هنايا هذا التمر قطعته رقيق، قطعته هكا كروات صغيورين، وكنضيفو حتى هو من الفوق. يمكن لي تدخلو كيما قلت لكم البنات، تزيدو الكركاع، يمكن ديرو البيض مسلوق هكا ديروه من الفوق. اللي بغيتوها تدخلوها في الشليضه، راه كتجي زوينه الصراحه. صافي هنا غادي ندير شويه اللوز هكا، عندي انا فايت عندي صوبت في حاجه اخرى وبقات لي شويه، قلت ندخلها حتى هي نديرها في الشلاضه، صراحه كتجي زوينه. صافي كندير هاد لاصوص هادي من الفوق، وكنخليه وكنرافق به الطبق ديالي هكا. اللي بغى يزيد قدامه كيزيدها، صراحه كتجي زوينه. وكنتمنى البنات يعجبكم هذا الاطباق هذا، والمهم حاجه خفيفه لهاد الصهد، المهم اطباق زوينين وكنتمنى يعجبكم. المهم كنبقى نشكر لكم هاد الشليضه، نبقى نشكر لكم تيسالي الفيديو. كنتمنى تجربوها صراحه البنات، والله الا كتجي زوينه انا بعدا كتعجبني،
كنموت على هاد الشريدات بحال هكايا، كيجيو زوينين ونعيشين خصوصا في الصهد. وصافي هادو هما الاطباق ديالنا. السرديل ديالنا ها هو طاب كما قلت لكم، كيجي محمر البنات وكيجي بحال مقلي في الزيت، والفريد حتى هو. وصافي هذه هي الغديوه ديالنا. الله يدومها علينا نعمه ويحفظها من الزوال يا ربي. هانتوما البنات راه كيبان كيجي بحال مقليه البنات. وكنتمنى يعجبكم الفيديو وتبارطاجيو ليا مع الاصدقاء والاحباب. وبسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله ووصفه جديده. وبسلامه عليكم.